مشاهدين مشاهدي برنامج يا مساء الأنوار مع الجنرال مدحت شلبي على الهواء مباشرة من نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة. يسعدني أن يكون معي رئيس منطقة الشرقية لكرة القدم الدكتور ياسر عبد العظيم، الأستاذ فتحي عوض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، الأستاذ طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيرة الورد، الأستاذ أشرف عبد اللطيف رئيس نادي كفر صار، الكابتن السيد مخيمر رئيس نادي كيرنس. هناخد من على اليمين الدكتور ياسر عبد العظيم رئيس منطقة الشرقية لكرة القدم. البعض والكثير لا يعرف الدور الهام التي تقوم به المناطق على مستوى الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا متشكر على دعوتي لهذا اللقاء. لا، المناطق بتلعب دور مهم جدا في إدارة مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتبار المناطق هي أفرع أساسية للاتحاد المصري لكرة القدم، ومن خلال اللجان النوعية اللي موجودة في المناطق سواء لجنة مسابقات الاسم الثالث، لجنة مسابقات الناشئين والاسم الرابع، لجنة شؤون اللاعبين، كل هذه اللجان النوعية بتلعب دور أساسي في إدارة مسابقات أندية الأقسام المختلفة الاسم الثالث والاسم الرابع على مستوى المحافظات اللي بتتبعها هذه المناطق. وأنا شايف أن المناطق لها دور أساسي ومهم، وهو دور مكمل للاتحاد المصري لكرة القدم في إدارته لشؤون كرة القدم في ربوع جمهورية مصر العربية. وأنا بتهيألي أن المناطق في الفترة الأخيرة تطورت تطور نوعي، وحصل في بعض المناطق ومنها منطقة الشرقية لكرة القدم طفرة نوعية أساسية. احنا حولنا منطقة الشرقية لكرة القدم تقريبا إلى منطقة إلكترونية، لجنة شؤون اللاعبين أصبحت لجنة إلكترونية بالكامل، ما بقاش السلام على اللعيب بيتم في أقل من دقيقة. تقريبا معظم العاملين أو الفنيين اللي شغالين في لجنة شؤون اللاعبين كلهم شباب صغير خريجين كلية الحاسبات والمعلومات. عملنا برنامج وقاعدة بيانات كاملة لكل اللاعبين والحكام والمدربين والإداريين الموجودين في أندية محافظة الشرقية. أي إجراء بيطلب بالنسبة لأي نادي بيتم في زمن قصير جدا. وأنا شايف أن يعني هذه التجربة يجب أن تعمم غالبا في كل المناطق وفي كل أفرع الاتحاد اللي موجودة. وأنا شايف أن مفيش مسابقات أبدا ممكن تدار دون إشراف المنطقة، الإشراف الكامل والنوعي بشفافية مطلقة وبحيادية مطلقة. لا نجامل احد على فكرة. احنا عندنا في منطقة الشرقية في الاسم الثالث عندنا 10 أندية، منهم 4 أندية من المنصور. الأستاذ فتحي عوض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، في هذا البرنامج ومن أسبوعين تقريبا اقسم باللوين أن منطقة الدقهلية ليس لها أي دور، واتهمكم بإهدار المال العام في الحفلات. الحقيقة منطقة الدقهلية مش مستنية رأي محمد الهادي أو رأي غيره. منطقة الدقهلية بتقول بدور حيوي ودور كبير جدا في إدارة المسابقات. منطقة الدقهلية اللي استضافت القطاعات في بحر والقناة اللي منها الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وأدارتها بكفاءة قوية جدا. منطقة الدقهلية اللي عملت 5 تجمعات للبراعم. منطقة الدقهلية اللي بتقيم الدورات التدريبية ودورات التحكيم ومسابقات كوبر. منطقة الدقهلية بتقوم بدور كبير جدا، ويعني أعتقد حضرتك اللقاء اللي كان من أسبوعين ده كان لمناقشة اللائحة. إيه اللي دخل رأيه في المنطقة وهو بيتكلم على اللائحة دي لها رواسب قديمة. حضرتك أنا جيت رئيس منطقة باختيار 15 نادي من 16، وده رأي شخصي له أنه هو بيقول أن المنطقة فشلت أو ما فشلتش. ده مش هتستنى، المنطقة مش مستنية رأي واحد أو غيره. منطقة الدقهلية الحمد لله بتدير المسابقة على أعلى مستوى، والحمد لله منطقة الدقهلية بتدير المسابقة على أعلى مستوى. والنهاردة أنا طالب من الاتحاد المصري لكرة القدم زيادة الدورات التدريبية للمدربين. النهاردة عندي دورة سي هتقام يوم 2/6 فيها حوالي 160 مدرب من الدقهلية. الأستاذ طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيرة الورد بالمنصورة، من أسبوعين وفي نفس اليوم يوم الأربع طلبتم بزيارة للوزير في هذا البرنامج مع الجنرال مدحت شلبي، وقد استجاب الوزير للطلب.
طبعا انا يعني متشكر جدا ان البرنامج بيقام في نادي جزيره الورد للمره الثانيه في خلال اسبوعين، وبشكر كل رؤساء المناطق المشرفين ورؤساء الانديه، وبشكر طبعا الكابتن مدحت شلبي، واتمنى ان الكابتن مدحت يزور نادي مدينه المنصوره ويزور نادي جزيره الورد. نادي جزيره الورد من اقوى الانديه الموجوده الاجتماعيه في محافظه القاهليه، بل بالعكس في مستوى الجمهوريه بيعادل انديه كبيره زي نادي هليوبلس او نادي سموحه او نادي سبورتنج. طبعا المهندس خالد عبد العزيز يعني حظنا كويس ان ما عندنا وزير زي المهندس خالد، راجل محترم، راجل فاهم كويس جدا في الرياضه وايضا في الشباب. هو مش غريب عن نادي جزيرة الورد. هو أما طلبنا الزيارة، اللي احنا مجلس جديد بقالنا في حدود شهر، عندنا استكمال أعمال كبيرة داخل النادي، في حمام سباحة أولمبي بقاله أكتر من 10 سنوات لم يتم عمله للأسف، في الوزراء اللي جم قبل كده توالى الوزراء من أول مهندس حسن صقر، اللي احنا طرحنا الحمام مرة أخرى سنة 2004 وبعد كده سنة 2008، والنهاردة المهندس خالد شاف الأعمال الموجودة. في طبعا في مستلزمات مالية على قطاع الرياضة، على وزارة الرياضة. المهندس خالد النهارده الحمد لله قال ان هيوفي بهذا الوعد، ان في مبلغ في حدود 1,750,000 جنيه هيوردهم لمديريه الشباب والرياضه، وبالتالي هنكمل مسيره الحمام السباحه. وانا بقول لاعضاء الجمعيه العموميه في خلال شهر 8 القادم باذن الله ان الحمام سيتم افتتاحه، زائد ان عندنا صرح كبير جدا من سنه 98 كان واقف، هو الصاله المغطاه. ما فيش في نادي في مدينه المنصوره في اي صاله مغطاه الا في هذا النادي، عاملين الاساسات بتاعت هذه الصاله، ولكن لم تستكمل برضه لعدم وجود موارد. المهندس خالد وعدنا النهارده ان احنا نكمل مشروع الصاله المغطاه، زائد ان فيه الكورنيش، يمكن النادي ده الوحيد في مستوى الجمهوريه على النيل بطول 400 متر، عاملين حركه مشايه هيتم انشائها في خلال الشهر القادم، فده انجاز يحسب لهذا النادي. وانا بشكر المهندس خالد على زيارته اللي هي جت مفيده جدا لاعضاء الجمعيه العموميه في نادي جزيرة الورد. الأستاذ أشرف عبد اللطيف رئيس نادي كفر صقر. نادي كفر صقر يتهم الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم دعم هذا النادي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكرك يا أستاذ محمد والكابتن مدحت شلبي على إتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج في جزيرة الورد. طبعا اعضاء الاتحاد طبعا قبل الانتخابات وعدونا بحاجات كتيره جدا، و لما حضرتك احنا في الجمعيه العموميه خدنا قرار ان المديونيه تنشال من على الانديه، ودي كان قرار جمعيه عموميه، رجعوا ادونا دعم شيك ب 22.5 والمخصوم منه الدعم، مخصوم منه المديونيه، ودي كان قرار جمعيه عموميه. فطبعا احنا شايفين من الناس من الاتحاد كان كلامهم قبل الانتخابات كان وعود خياليه وما شفناش حقولنا باي مطالب احنا طلبناها منهم، باستثناء صراحه بنشوف الكابتن عصام عبد الفتاح، الكابتن احمد مجاهد، الكابتن خالد لطيف بيتواصلوا معانا بالامانه، اما بالباقي ما بنشوف حاجه منهم. الكابتن السيد مخيمر رئيس نادي كيرنس في هذا البرنامج مع الكابتن مدحت شلبي. نادي كيرنس طلب باستكمال ما تم ايقافه في 2009 12 مليون جنيه اعمال في نادي كيرنس. النهارده معانا مع الكابتن مدحت المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه وافق على صرف 4.5 مليون جنيه لنادي كيرنس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية زي ما الأستاذ محمد ذكر ان احنا خرجنا الأسبوع اللي فات في نفس البرنامج وقدمنا مناجدة من خلال برنامج مثال أنوار الكابتن مدحت شلبي ان عندنا استاد، عندنا منشآت تم انجازها بالفعل مبلغ ما يقارب ال 12 مليون جنيه، معرضين للاهدار من سنه 2009 في توقف للاعمال بسبب مستحقات لشركه المقاولين العرب. الحمد لله بسبب البرنامج، ولذلك انا بشكر اسره البرنامج بدايه من الكابتن مدحت شلبي والكابتن ابو المعاطي زكي وجميع القائمين على البرنامج والاستاذ محمد عزمي،
من خلال البرنامج الحمد لله صوتنا وصل للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وأثناء زيارته لمدينة المنصورة النهاردة وعد أن في 4.5 مليون جنيه وهم قيمة المستحقات لشركة المقاولين العرب على أن يتم استكمال الأعمال في القريب العاجل. فأنا بشكر البرنامج اللي قدر يوصل صوتنا، وبشكر المسؤول اللي قدر اللي اهتم واستجاب استجابة فورية، والحمد لله ببشر أعضاء النادي ان شاء الله في قريب جدا هيتم استكمال الاعمال من خلال المبلغ اللي رصده الوزير النهاردة، وان شاء الله هنتواصل معاه في الوزارة علشان يتم صرف المبلغ بإذن الله. الدكتور ياسر عبد العظيم رئيس منطقة الشرقية لكرة القدم، يقال ان المناطق التي ليس عليها رصد اعلامي مثل الشرقية فيها مخالفات بالجملة، مثل تأييد اللاعبين في عدم وقته، إدارة شؤون اللاعبين بتختار بالواسطة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا شايف يعني ده سؤال مجافي تماما للحقيقة، ومش عشان أنا رئيس منطقة الشرقية لكرة القدم، لا، منطقة الشرقية لكرة القدم بتعيش أحلى فترة في تاريخها منذ إنشائها. أولا فريق العمل اللي موجود، أعضاء مجلس إدارة اللي موجودين، الجهاز الإداري والفني اللي موجود اللي بيعمل في المنطقة، كله في مسحة شبابية حديثة ومتطورة. هذا الكلام مجافي تماما للحقيقة. زي ما قلت لك في الأول، إدارة شؤون اللاعبين أصبحت إدارة إلكترونية بالكامل، لا مجال أصلا للتدخل البشري، لا مجال أصلا للتدخل البشري في استخراج أي بيانات تخص أي لاعب ناشئ أو لاعب على مستوى الدرجة الأولى. منطقة الشرقية لكرة القدم أعتقد إن هي يعني رغم وجود 4 أندية من المنصورة موجودين بيلعبوا في الاسم الثالث ضمن مسابقة الاسم الثالث اللي بتشرف عليها منطقة الشرقية أو اللي بتديرها منطقة الشرقية، أعتقد هما بشهادتهم يستطيعون إنهم يقولوا لك إن المنطقة بتبذل أقصى جهد لتحقيق الشفافية والعدالة بين كل هذه الأندية. أنا شايف إن ده كلام يعني بعيد قوي عن الحقيقة. بالعكس، منطقة الشرقية منطقة محترمة وفيها مجلس إدارة محترم، ولا يجامل أحد على حساب المصلحة العامة إطلاقا. منطقة الشرقية يعني نموذج. أنا شايف إن لو سمحت يعني ثانية واحدة بعد إذنك، أنا شايف إن منطقة الشرقية نموذج يعني من الممكن أن يعمم ويطبق. اعتقد ان احنا لو عممنا النموذج المعمول به في نادي الشرقيه اداره وتقنيا واداريا، اعتقد ان مستوى مناطق الجمهوريه كله هيرتفع، مع احترامي لكل المناطق كبير في منطقه الدقهليه، وهو راجل خبرته كبيره وانا على المستوى الشخصي بحترمه. كابتن فتحي عوض الله رئيس منطقه الدقهليه لكره القدم، يقال ان المناطق على مستوى الجمهوريه تعين طبقا للفواتير الانتخابيه. أنا مش عارف أنت جبت الكلام ده منين يا كابتن محمد، لكن رؤساء المناطق لهم حيثيات ولهم تاريخهم الرياضي وتاريخهم الإداري. ما أعتقدش إن هم هيعينوا لفواتير انتخابية. رئيس أنا شخصيا جيت بانتخاب 15 نادي من 16 نادي، الوحيد اللي ما ادانيش نادي السنبلاوين. ما كانش في انتخابات سابقه عشان نقول ان فيها فواتير انتخابيه. فيها رؤساء المناطق بيتحملوا عبء كبير جدا لاداره المسابقات، فدي ده اعتقد الاتحاد المصري لما بيختار رئيس منطقه هيختاره مناسب لاداره المنطقه عشان ينجح، مش لسداد فواتير انتخابيه او غيرها. فرؤساء المناطق بيعينوا وعليهم العبء الكبير اللي بيشيلوه، وبيتحملوا مسؤولية كبيرة جدا لإدارة المسابقات. فده كلام برضو يعني منافي الحقيقة. يعني أستاذ طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيرة الورد بالمنصورة، كل طلباتك مع الوزير أجيبت، وما طلباتك مع محافظ الدقهلية؟ أنت قلت لي أنا عايز أطلب من الكابتن مدحت شلبي والزب معاطي والقاضي ونصر طلب من محافظ الدقهلية، ما هو الطلب الذي يطلبه طارق عبد الهادي من محافظ الدقهلية؟ والله حضرتك انا طبعا يعني مره تانية بشكر المهندس خالد عبد العزيز في زيارته النهارده ولبى في كل طلبات النادي الحمد لله. بالنسبه طبعا الوزير عمر الشواطفي الاخ العزيز الراجل المحترم هو معانا على طول بصفه مستمره في النادي. انا بطلب ان هو يعني نادي جزيره الورد بيعتبر النهارده الواجهه الاجتماعيه المحترمه في هذا البلد
في محافظة دقهلية في مدينة المنصورة. النهاردة حراك النادي فيه لا يقل عن 70,000 عضو، محتاجين حراك فيه توسع. النهاردة في مدينة جمصة، في مدينة جديدة الشيخ زايد، فأنا بطالب معالي الوزير عمر الشواتفي أن يخصص لنا لا يقل عن 20 فدان نقدر نعمل حراك استكمال لمسيرة النجاح اللي موجودة في نادي جزيرة الورد زي النوادي الكبيرة اللي موجودة في الجمهورية، بالإضافة أن في حاجات صغيرة احنا طلبتها من معالي الوزير عمر الشواتفي. الباركينج الموجود داخل النهارده فيه مشكله مروريه امام النادي، مش موضوع لنادي جزيره الورد بل لمدينه المنصوره، عايزين نعمل جراج متعدد الطوابق على حساب النادي يريح. في زحمه كبيره، في زحمه كبيره جدا في مدينه المنصوره، فانا بطالب الوزير ان احنا نعمله على حساب النادي، يبقى قضينا الغرض بالنسبه لمدينه المنصوره وبالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي. الاستاذ اشرف عبد اللطيف رئيس نادي كفر صقر، نادي كفر صقر احد الانديه الغلابه، ماذا تطلب من الاتحاد المصري لكره القدم؟ احنا بنطلب من الكابتن مدحت يساندنا عند سياده الوزير خالد عبد العزيز، وخصوصا احنا كنا رحنا للكابتن طاهر ابو زيد معانا عضو مجلس اداره الكابتن شمس حامد، طلبنا منه بنعمل انشاء حمام سباحه في نادي كفر صقر بحيث ان هو النادي الوحيد في محافظه الشرقيه وبيخدم قطاع كبير جدا مركز كفر صقر وواد صقر. فنتمنى من الكابتن مدحت وبنقول له مساء الانوار يا كابتن مدحت، ساعدنا وعايزين انوارك تهل على نادي كفر صقر وتساعدنا بنحقق المطلب بتاعنا وهو انشاء حمام السباحه. واحنا روحنا قبل كده قلنا للكابتن طارق ابو زيد ومش استجاب، فنتمنى من سياده الوزير خالد عبد العزيز يحقق لنا المطلب ده. وانا معانا هنا فعلا الدكتور ياسر عبد العظيم وهو فخر للشرقيه بالامانه، مش بقول عشان هو قاعد، فعلا انه من احسن الناس اللي مسكت المناطق في منطقه الشرقيه بامانه الله، بقولها والله بدي كل واحد حقه ومن الناس المحترمه جدا. لدينا دقيقه واخر سؤال للاستاذ سيد بخمر طلب المايك ليوجه كلمه للكابتن مدحت شلبي. أنا في النهاية النهاردة جاي أشكر، يعني الحمد لله طلبي أجاب، وزي ما شكرت أسرة البرنامج وكابتن مدحت شلبي والأستاذ محمد عزمي وشكرت السيد الوزير خالد عبد العزيز، أحب أشكر السيد المحافظ والسيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الأستاذ طارق جودة، لأن هم استجابوا استجابة فورية الحمد لله بعد مذكرة العرض اللي قدمتها للأستاذ طارق جودة. وأحب أشكر مجلس إدارة نادي تكرنس اللي بيبذل مجهود كبير، وخص بالذكر سيادة المستشار وليد الشناوي والكابتن محمد عوف. وشكرا. شكرا الى رئيس منطقه الشرقيه لكره القدم، رئيس منطقه الدقهليه لكره القدم، شكرا لرئيس نادي جزيره الوارد بالمنصوره، لرئيس نادي كفر صقر على المشوار الطويل اللي قطعتوه انت والدكتور ياسر عبد العظيم، شكر خاص للكابتن سيد مخيمر رئيس نادي دكيرنس، وعوده سريعه الى الاستديو مع الجنرال مدحت شلبي.